ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، طلق الشوط الثاني كأس الخيل العربية الأصيل إنتاج محلي المبتدئ والفاز بسباق هنا في الريان بارك على الأراضي العشبية مسافة 1400 متر. انطلاقا مع زازومني سكاي هاي ريسينج اوغو بيني على المركز الاول وعلى صداره هذا الشوط مع حمد لجهني على المركز الاول. محاوله من الخارج من دفاع من قبل الجواد رقم 12 ماينطال لمنصور المنصوري. محاوله الجواد رقم 8 زازومني سكاي هاي ريسينج اوغو بيني الان. محاوله من الخارج من قبل الجواد ال11 ياسين زير محسن رونان توماس يتقدم بشكل جميل. ضمن محاولة من الخارج مع نور الهادي لسلمين الجابري مع نور الهادي وسيم الصحن ميكيل بارسلونا على المركز الرابع. خامسا ايضا محاولة تقدم مع الجريان مع ايجي سلمارد شتيبان مازور على المركز الخامس. عودة الى المركز الاول الصدارة مع الجواد رقم 16 نادر لمربط الركراين احد المرشحين في هذا الشوط لوكاس زلزي على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط. خط المستقيم باتجاه خط النهاية صدارة والمركز الاول مع الجواد رقم 3 11 ياسين زهير محسن رونان توماس على المركز الاول. محاولة ميكيل برزلونا مع الجواد رقم 15 نور الهادي الان مع وسيم الصحن ميكيل برزلونا وسلمين الجابري على المركز الاول، لكن محاولة الدفاع من قبل 11 زهير محسن على المركز الاول. محاولة سلمين الجابري على ثاني المراكز الصدارة والمركز الاول مع زهير محسن مع الجواد رقم 3 11 الى المركز الاول. فعلا زهير محسن مع 11 رونان توماس الى المركز الاول والى صدارة هذا الشوط. And the official results for the second race of the day. The winner, horse number 3, Ali Shadi. Omam Sari Yassin Zuhair Mohsen, trained by Zuhair Mohsen, ridden by Ronan Thomas. Second horse number 2, AGS Almarid, owned by the Algerian stud, trained by Mohamed Hamad Khalifa Latia, ridden by Stefan Mazur. Third horse number 15, Noura Al Hadi, owned by Salmin Abdul Al Jabri, trained by Wasin Al Sahan, ridden by Mikel Barcelona. Fourth horse number 5, Harbis, Omar Said Abdulaziz, Saleh Al Jaber, trained by Hadi Ramzani, ridden by Sofian Sadi. And in fifth place, horse number 6, Hardan, owned and trained by Mr. Hamed Ahmed Hassan Al Malki Al Jahani, ridden by Marco Casamento. رونان توماس الخيال الفائز في ثاني أشواط أمسية اليوم ولدان. ألف مبروك للخيال رونان توماس. مبارك للمدرب زهير محسن. يتفضل السيد خالد الكواري ليتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك. تفضل المالك السيد ياسين زهير محسن ليتسلم كأس الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. ألف مبروك الفوز للمالك الصغير بطل كأس الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي ياسين زهير محسن والمدرب زهير محسن رونان توماس عبر الجواد ال11 للمركز الأول. ابقوا معنا متابعين ثالث أشواط أمسية اليوم.